بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الكعبة قبلة الوجوه والصدور والقلوب، وقيض لها حجاجا وعمارا يقصدونها من كل الدروب. والصلاة والسلام على النبي النجيب الحبيب المحبوب، وعلى آله وصحابته في كل شروق شمس وغروب. أيقظ الحجاج الفجر وصلوه جماعة، وملؤهم سعادة لا تستطيع الملامح إخفاءها، ويحدوهم شوق حثيث لبلوغ عرفات. الحجاج متطاوعون متعاونون، انتظم الجمع وانطلقت الحافلات، كأنها موكب عرس تزف المؤمنين إلى الجنة. عيون الحجاج تخترق الزجاج، تتابع كل صغيرة وكبيرة. هذا ما كانت تشاهده عبر التلفاز كل سنة. وفود الحجاج من كل حدب وصوب، زرافات ووحدانا، وألسنتهم تلهج بالولاء والثناء والرضاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بدأ حد عرفات، تكاد العينان لا تصدقان أن الأمنية تحققت. توقفت أحصنة محرك الحافلة، هبط الحجاج وانطلقوا في صف طويل خلف الراية تجاه خيمتهم التي ستحميهم من الحر، وستعينهم على دعاء بخشوع وصلاة بخضوع واستدرار الدموع. كم كان أهلنا وأجدادنا قبلنا يعانون في حجهم، وكم نحن في نعيم، فاشكروا يا مؤمنون. برنامج عرفة مزدحم بالإفادات والصالحات، ليس أوان النوم، وليس مسابقة للأكل والشرب، ولا المسامرات الدنيوية. يوم عرفة يوم البكاء والدعاء، يوم التوبة والأوبة، يوم التخلص من المعاصي والآثام ومسلسل الحرام، يوم الغفران والعتق من النيران. الحاج خبأ دمعاته كل العام، وهذا أوان سكابها على ردائه الذي سيكفن به بإذن الله، ليكون شاهدا عند الله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، ولا أصغر ولا أكبر في الأرض والسماء. عرفة يوم الدعاء من أعماق الوجدان، وليس من أطراف اللسان. يوم السؤال بصدق الطوية وحسن النية، يوم الإلحاح في الدعاء حتى ظن القبول والحصول. عرفة يوم تذكر حج رسول الله، جزاه الله عنا خير الجزاء والعطاء والرضاء، وتذكر وصاياه في خطبته المأثورة المشهورة، خطبة الوداع قبل مفارقة الحياة. عرفة يوم عظيم يشبه يوم المحشر الأخروي، يوم الوحدة الإسلامية، يوم التجرد من مظاهر التأنق الدنيوي والتزام لباس بسيط واحد لا يعرف من خلاله الوزير ولا الأمير ولا المسكين ولا الفقير. عرفة يوم العظات ومراجعة النفس، والعزم على التغيير إلى الأحسن، واستثارة الهمة بزيادة طرق أبواب الخير. عرفة يوم التراحم والتلاحم في خضم التزاحم، في هذا المشهد الجميل باجتماع المؤمنين من كل بلاد الله المترامية الأطراف، كتابهم واحد ونبيهم واحد، يقفون على صعيد واحد في وقت واحد بلباس واحد، يدعون الرب الواحد أن يرحمهم ويعفو عنهم ويطهرهم من ذنوبهم ويرزقهم جنة الفوز الأبدي. عرفة يوم لا ينسى، وخصوصا عندما يدرك الحاج جزءا من النهار، ويتتالى الدعاء الطويل المؤثر في انتظار إدراك جزء من الليل
والرحيل لاستكمال أركان الحج في ليلة العيد المباركة ويومه الحج الأكبر. الدموع في عرفة غير الدموع كلها، دموع خاصة عرفاتية صادقة بإذن الله، خارجة من القلب، فيها خصوصية عرفة ونفحاته وبركاته. الحج غير العمرة، شعور مختلف، والذي لم يحج بعد ما ذاق هذه المشاعر العجيبة وما عرف حقيقة هذا الإحساس اللذيذ. وينقصه شيء مهم جدا، هو معايشة أركان الحج في هذا السفر الصالح الذي في الغالب يغير مجرى حياة الحاج. بعد اليوم الحافل بالطاعات تنطلق الجموع نحو مزدلفة للم الحصيات. وسؤال الحجاج الأكثر تداولا: يا شيخ، مناسب حجم هذا الحجر؟ وكم حجرا أجمع؟ ثم إلى منى بعد منتصف ليلة العيد شرعا لترمى الحجرات في الحوض المخصص عند الجمرة الكبرى الأقرب إلى مكة في منى. الله أكبر عند كل رمية، ويستجاب الدعاء في مزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث. سريعا يفيض الحجاج نهرا من فضة إلى رحاب كعبة الأنس طوافا وشوقا، ثم رجوعا إلى الفندق بعد هذا اليوم الطويل. وقد تحلل التحللين الأول والثاني، فما حرم بالإحرام حل بالتحلل. الأحسن بالحجاج الذكور الحلق، ولو كان الحاج مديرا أو وجيها أو منظورا في بلاده، فله بكل شعرة نور يوم القيامة، وهو دليل الانتفاع بالحج والولاء للدين. وهكذا يصير الحجاج حليقي الرؤوس لأول مرة في حيواتهم، ينظرون بعضهم إلى بعض، يتضاحكون ويتصورون. إنه الفرح بطاعة الله، وإنها العشرة الطيبة، واقتسام الرغيف الواحد، إنها ذكريات الحج. ويعود الحجاج أدراجهم إلى الفندق وقد أخذ الجهد منهم كل مأخذ، والفرحة حديث الشفاه ولغة الوجوه، شكرا لله وحمدا له على التيسير والتكريم. وهذه ليلة العيد، لينام النائمون عن تعب ويسهر الساهرون عن فرح حتى ينفجر فجر العيد. الصلاة خير من النوم، وحتى تطلع الشمس الصلاة جامعة. ثم تبدأ اتصالات المعايدات بالأهل في الوطن والمعانقات بين الحجاج، فهم أهل العيد في بلاد الحجاز. تتسرب أفراح العيد في مكة إلى النفوس تسربا مميزا، فيعمد بعض الحجاج إلى ذبح الأضاحي، أو إدارة الحملة تعمد إلى غداء جامع. الحمد لله أن للمسلمين عيدا بعد يوم عرفة وأداء أكبر أعمال الحج وأكثرها. اللهم لا تحرم يتيما ولا عجوزا ولا مريضا ولا فقيرا ولا مديونا ولا مكروبا ولا غريبا ولا مغتربا مؤمنا من حج البيت العتيق يا رب العالمين، والمثول أمام مقام الرجل العظيم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.